ماذا يخبرنا التاريخ عن ملامح شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام، هذا الرجل العظيم؟ حقيقة عندما نقف أمام هذه الشخصية لا يمكن لنا أن نحويها بكلمة ولا بمجلدات حقيقة، إنما يختصرها مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما يقف أمام هذه الشخصية العظيمة ليقول بكلمة مختصرة: كان عمنا العباس نافذ البصيرة، سلام الله عليه، صلب الإيمان. طبعا تعرفون ما معنى نفاذ البصيرة؟ بمعنى أن الإمام صلوات أن المولى أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه كان صلوات الله عليه ثاقب البصيرة، أي كان ينظر إلى ما وراء الأشياء، وكان صلوات الله وسلامه عليه من الحذاقة والخبروية والبصيرة ما يجعله مطمئنا بالعواقب، وهكذا هو الإيمان يصنع. فالمؤمن لا ينال منه بكلمة ولا ينال منه بشيء، بل هو صلب الإيمان ونافذ البصيرة. وقد أثبت صلوات الله وسلامه عليه هذا الموقف بأبي وأمي في عدة أحداث جرت عبر التاريخ.